اهلا بيكم في حلقه جديده من الكوره في ملعبك. النهارده حلقه جديده، حلقه نهايه الموسم بلس دعم القنوات بلس القرارات المهمه. ومعانا النهارده ثلاث قرارات مهمة جدا جدا جدا. واحد، اني فتحت قناة جيمينج واسيب لكم اللينك بتاعها في الديكسريبشن تحت. اتنين، اني هحلل كل مباريات النادي الاهلي والزمالك في كل الدوريات الموسم اللي جاي. والقرار التالت والاخير هو اني هحلل اخلي القناة دي لتحليل بس سواء اوروبي او محلي او وطني زي مباريات يعني منتخب مصر. هخلي القناه دي للتحليل بس، وقناه الجيمنج هخليها للجيم بلاي وهخليها للفلوج، يعني اي فلوج انزله هناك اي يعني فلوج اعمله هنزله هناك، والجيمنج برضه هيبقى هناك. واسيب لكم لينك القناه دي في الديسكريبشن تحت. ومش هنزل اي فيديو على القناه دي يعني على القناه الثانيه بتاعت الجيمنج غير لما توصل القناه 10 مشتركين، وقناة اسمها بالخصوص يعني جيمنج العرب دي مش هنزل عليه ولا فيديو جيمنج غير لما القناة توصل لعشر مشتركين. ويا ريت توصلوا القناة دي لـ200 مشترك قبل نهاية الاجازة. اعملوا شير للفيديو كله واعملوا اي حاجة توصلنا لـ200 مشترك قبل نهاية الموسم. نسيت اقول لكم ان القناة برضه بتاعت الجيمنج هيبقى فيها تحديات، زي مثلا الاعب فريق ضد فريق، ولو خسرت اعمل حاجة ولو كسبت اعمل حاجة او تعادل اعمل حاجة كده يعني. واكتبوا لي اول تحدي اعمله، هتكتبوه في كومنتات الفيديو ده، اكتبوا في كومنتات التحدي اللي انتوا عايزين نعملوه والعقاب بتاعه، وانا ان شاء الله باذن الله هقدر اعمله في قناة الجيمنج. والجزء الاخير في الحلقة وهو دعم القنوات. ومعانا النهاردة ثلاث قنوات. واحد، قناة مهند. قناة مهند دي بتنزل تحليلات لمباريات النادي الاهلي في اي بطولة، سواء دوري ابطال افريقيا او كاس مصر او الدوري المصري او بطولة العربية اللي لسه هتبتدي، هنزل اكيد فيها التحليل. يا ريت تروح تعملوا لايك للفيديوهات بتاعته وكومنت ويعملوا له شير واشتركوا في قناته، قناة ممتازة جدا. هسيب لكم لينك القناة دي في الديسكريبشن تحت. اتنين، قناة نجم العرب معز. نجم العرب معز دي بينزل فيها تحديات للجيمنج، يعني تحديات زي اللي انا هعمله كده، تحديات جيمنج ماستر ليج الدوري المصري، ويكون اسطوره، حاجات ممتازه جدا 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 في القناه دي، انه في اخبار بينزلها وحاجات للكوره وكده. روحوا اشتركوا في القناه دي، قناه ممتازه جدا، واسيب لكم برده اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. ومعانا تالت قناه وهي الاخيره، قناه هل تعلم مع معز. معاذ نفس المقدم بتاع قناة نجم العرب معاذ، بس عامل قناة اسمها هل تعلم مع معاذ. القناة دي ممتازة جدا، بتنزل فيديوهات ممتازة جدا، ممكن تنزل 3 أو 4 فيديوهات في اليوم، ممتازة جدا. روح اعملوا اشتراك واعملوا لايك لفيديوهاته واعملوا له شير واعملوا كل حاجة ممتازة في القناة، القناة ممتازة جدا وهتفكوا قوي، وهسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. ونيجي لسؤال الحلقة والسؤال المهم ليكوا، اني ابدا ماستر ليج بمين؟ في اوروبا يعني ماستر ليج هبدا في اوروبا. للاسف مش هعرف ابدا في الدوري المصري عشان معيش لعبه في الدوري المصري. اول ما اجيب لعبه للدوري المصري هقول لكم على طول عايزني اكمل في اوروبا ولا في الدوري المصري. خلينا في سؤالنا، اني ابدا ماستر ليج بمين؟ ما تنسوش تقولوا تجاوبوا على السؤال ده في الكومنتات تحت، هيفيدني جدا السؤال ده واقدر ان انا العب ماستر ليج بمين. وما تنسوش تكتبوا برده التحدي اللي انتوا عايزيني اعمله في الكومنتات تحت. وبس بيكون كده انا خلص. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان اول ما ننزل فيديو يجيلك على طول. وما تنساش تعمل شير لكل اصحابك على جروبات الواتساب، على ماسنجر، على الفيسبوك، على انستجرام، على تويتر، على اي تواصل اجتماعي اعمل شير، وخلي القناه دي توصل ل200 مشترك قبل نهايه الاجازه. وكان معاكم مصطفى، سلام.